مرمى المميزين اللي بيشاركوا مع منتخب مصر في كأس العالم، والله يا كابتن لسه مش عارفين يعني مين اللي هيشارك في حراسة المرمى. نتمنى بقى كل التوفيق ليه. هو العقل بيقول الشناوي، لكن حضرتك عارف والمنطق. يعني لكن هي حسابات جهاز فني بقى في 11 لاعب اللي هيكونوا موجودين، لكن محمد الشناوي واحد من حراس المرمى اللي انا يعني كنت كان ليا شرف ان انا ابقى موجود معاه في فريق واحد في قطاع الناشئين، لكن خرج من النادي الاهلي وعاد للنادي الاهلي بشرف وبقوه. اكيد يعني واحد من الحراس المتالقين اللي ليه وان شاء الله مستقبل كبير جدا في الكره المصريه وفي النادي الاهلي. اكيد احنا ما بنقللش طبعا من الحضري واكرامي، طبعا حراس كبيره جدا، لكن الحضري يعني برضه الحضري تكريمه في المنتخب وتكريمه في روسيا ده احسن حاجه ليه في حياته، ان هو يلعب في مصر، يلعب باسم مصر في المونديال. لكن الحضري موضوع السن اكيد هيفرق شويه معاه، مش الحضري اللي احنا متعودين عليه. اكيد شريف اكرامي برضه حارس كبير جدا، لكن كان برضه بعيد عن المباراه، عشان كده بقول العقل والمنطق بيقول محمد الشناوي. قدامكم طبعا دي احتفاليه نادي الاهلي في رفع درع الدوري العام بشكله الجديد، هم لونوه بس من بره بس يا عمر متهيألي يعني، وادوا له لمعه كده يعني برضه حاجه جديده للنادي الاهلي. مش كده يا كابتن؟ النادي الاهلي على طول بياخده على طول في المكتب، فاتين طرب من كتر الاحتفاظ بيه، فهم خرجوه بقى عشان يحتفلوا بالدرع فنضفوه شويه، فهو باين ان هو واخد لون. لكن زي ما احنا قلنا الدرع ان شاء الله الجديد النادي الاهلي هيتسلمه بعد بطوله كاس العالم او بخروج منتخب مصر من ابعد الادوار اللي ممكنه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني اكيد بنتابع درع او احتفال النادي الاهلي بدرع الدوري زي ما احنا شايفين، احتفاليه اكيد كل الاعلام متواجد فيها وكل اعضاء مجلس الاداره، وحاجه تليق باتحاد كره القدم المصري وايضا النادي الاهلي واللعيبه الدوليه اللي ان شاء الله هتكون اخر تدريب ليها بكره، وهتتوجه الى روسيا والاستعداد في بطوله كاس او ان شاء الله اول مباراه اورجواي في بطولة كأس العالم. زي ما احنا شايفين دي لقطة موجود فيها مجلس الإدارة، ويمكن يعني لقطة طيبة من شركة برزنتيشن بتهدي لكل عضو مجلس إدارة زي كرة ذهبية. كرة ذهبية دي ممكن اللي يشوفها بيشوفها في تسليم حفل جوائز البالون دور اللي بنشوف ميسي ورونالدو بياخدوها، فبالتالي كانت لقطة طيبة جدا لإهداء مجلس الإدارة كور ذهبية. طبعا دي رمز من رموز المركز الأول، وبالتالي زي ما حضرتك شايف النادي الاهلي يمكن فرحه كابتن ممكن تكون فرحه كبيره، لعيبه صغيره كتيره موجوده يعني اول بطوله ليهم مع النادي الاهلي، وبالتالي فرحه من نوع خاص. ممكن تكون لعيبه ما شاركتش كتير لكن في نفس الوقت اتحسبت لهم بطوله رسميه مع النادي الاهلي. اكيد يعني زي ما حضراتكم شايفين برضو لقطات تاريخيه، عم حارس منور الدنيا وحنف كل الناس بصراحه، يعني كله اسره واحده وكله عيله واحده زي ما احنا قلنا.